بنو هاشم سادة مكة، وما سادوا بغنى وبطش وفجور، بل سادوا بكرم أخلاقهم ورفيع خصالهم وشجاعتهم في الحق، وما أظن مكة تدين إلا لهم. ولكن قل لي يا عبيد الله، من هو هذا الراهب؟ وما هو النبأ الذي تنبأه لمحمد؟ اسمه بحيرة، بحيرة الراهب في بصرة من أرض الشام، حيث تأتي قوافل العرب فيبيعون ويشترون، ثم يعودون إلى أذرعات، ثم إلى تيماء في الحجاز عائدين من رحلة الصيف. هل تنبأ بأن يكون ملكا أم سلطانا؟ لا، ما سمعته لا يدل على أنه تنبأ له بملك أو سلطان، بل بأمر تختص به السماء. السماء؟ أيكون هو؟ انتظر انتظر، نبي يأتي يظهر دين أبينا إبراهيم الحنيفة السمحة. نعم، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب. أين أنت يا محمد؟ محمد؟ فاطمة، فاطمة، ما لك يا أبا طالب؟ أين محمد ابن أخي؟ يا أبا طالب، كلما عدت إلى البيت لا تجد محمدا تضطرب وتقلق. محمد فتى، ربما خرج لبعض شؤون الفتيان. لا يا فاطمة، لا لا، ولدي محمد وقرة عيني لا يخرج لشؤون الفتيان، إنها لا تعنيه. يا أبا طالب، يا ابن عمي، تعرف والله ما ولد من أولادي لا طالب ولا عقيل أحب على قلبي منه، ولكنك تظهر القلق والخوف عليه كثيرا بعد رحلتك إلى الشام وذلك الحديث الذي حدثك إياه الراهب. فاطمة، سأبحث عنه يا فاطمة، وعندما أطمئن عليه سأعود لنتحدث سويا. أنتظرك يا ابن عمي. أهلا بعثمان. أهلا. أهلا بك يا عثمان، إن الشوق برانا إلى ما تحمله إلينا. أهلا يا ابن الحويرث. أهلا، اجلسوا وحدثكم، لقد أتيتكم بأخبار طيبة. هيا قل لنا ما عندك. حدثنا يا عثمان. ماذا يفعل محمد في غار حراء؟ إنه يختلي بنفسه ويتحنث مثلما كان يفعل جده عبد المطلب. ثم أتينا بصرة ولم أكن غافلا، فحصل معنا أمر غريب. حدثنا يا ابن الحويرث. راهب اسمه بحيرة، وقد علمت قبل أن أعود إلى مكة أنه من أعظم علماء النصارى وأكثرهم معرفة بشؤون الدين، ولكنه ضد مذهب عظيم الروم، لذلك هو منفي إلى بصرة لا يستطيع خروجا منها، ولكنه ذو أثر كبير وخطر عظيم، وله أتباع كثر وأنصار يفدونه بمهجهم. ما اسمهم؟ اسمهم الأريوسيون. الأريوسيون؟ ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني الكثير يا إخوتي، ما لكم علي؟ أنتم تزدحمون علي بأسئلتكم، لقد قضيت أشهرا وأنتم تريدون مني أن أنفض الجراب في برهة، ما لكم علي؟ إنها لهفتها لمعرفة الحقيقة يا عثمان، ولكننا نستمهلك. أنهكتني الطريق إليكم. ورقة، ألديك ماء؟ بلى، اشرب يا عثمان. ورثوا، إنه من زمزم. هات فزمزم في أرومتنا ونفقأ عين من حسد. يا حبيب عمك يا محمد، قرب غار حراء منقطع من وحدك، رافع يديك إلى السماء ودموعك على وجنتيك. لا والله لن أبرح هذا المكان حتى تنتهي فأعود معك. وقد علمت أن الروم عندنا على مذهب، والروم في الغرب على مذهب آخر، وهم متوافقون. متوافقون ولهم مذهبان في دين واحد؟ متوافقون في الدين، ويقولون إن الرب ثالوث، الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين، وما عدا ذلك هرطقة، وأن المسيح هو ابن الرب قد صلب
وعذب وقتله اليهود على الصليب، ثم قام من بين الأموات وصعد إلى السماء، وبموته على الصليب وقيامته قد رفع الخطيئة الكبرى عن الناس. وهل كلهم هكذا؟ لا، لقد اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا، وتنابذوا وتحاربوا وقتلوا بعضهم تقتيلا ذريعا. عندما كنت في الشام سمعت أنه خرج قديس منهم وقال إن للمسيح والرب مشيئة واحدة، فحاربوه أيضا. وبحير الذي حدثنا عنه هل يدين مثلهم؟ لا، إن له مذهبا اسمه الأريوسية، نسبة لراهب عظيم الشأن عندهم كان اسمه أريوس. يقول إن المسيح عيسى هو نبي مرسل من عند الرب بلغ كلمته للعباد، وهؤلاء يسمونهم الأريوسيين. ويقولون أيضا إنه في إنجيل يوحنا بشارة بنبي قادم سوف يظهر. متى؟ يقولون أن ظهوره قريب، وأن اليهود سيحاربونه كما حاربوا المسيح من قبله، ولكنه سينتصر عليهم. ويقولون إن بعض الرهبان قد حرفوا في الإنجيل وحذفوا منه البشارة بالنبي المنتظر، فخالفهم رهبان آخرون فحاربوهم واضطهدوهم وأبعدوا، ومعظم هؤلاء الرهبان موجودون في الشام وأكنافها، وهم ينتظرون هذا النبي بلهفة ما بعدها لهفة. نبي منتظر بشر به المسيح، أنا أوانه؟ والله لأنتظرن، لعل وعسى. متى يأتي ويعيد دين أبينا إبراهيم الحنيف إلى فترته الأولى، وينظف ما علق فيه، وينظف ما أدخلوه عليه من أنصاب ليذبحوا عليه أنعامهم وهديهم؟ اليهود يعبدون يهوه وهم مختلفون، والنصارى مختلفون في المسيح أيضا، وأهلنا هنا يعبدون الأصنام. لا أحد هناك يعبد الأصنام، وقومنا هنا يقولون إنهم يعبدون الله، ولكنهم يتقربون له بهذه الأصنام، كاللات والعزة ومنات وهبل وذي الخلصة وسعد وسواها. ألا تذكرون ذاك الأعرابي الذي صنع صنما لآلهة من التمر ثم أكله؟ ويحهم، أكل ربه؟ وذاك الذي جاء إلى سعد فنفرت إبله منه فضرب وجهه، وسعد هذا هو صنم بني ملكان بن كنانة، إنه صخرة طويلة في الفلات كانوا يذبحون عليها فصارت حمراء من الدم. رب اسمه السعد صخرة في فلا، أليس هذا عجبا؟ اسمع القصة. جاء رجل ومعه إبله وعيره إلى سعد التماسا لبركته، لما رأت الإبل والعير هذه الصخرة وعليها الدماء نفرت وفرت كل في وجهه، فحمل الأعرابي الحجر وضرب به سعد وقال له: لا بارك الله فيك، لقد نفرت إبلي. ثم قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض، لا يدعو لغي ولا رشد. ويحهم، يعرفون أنه حجر ويسجدون له، يذبحون ويتعبدون، أليس هذا عجبا؟ والله ما هم على شيء، لا يؤمنون ببعث ولا ميعاد، ويقولون ما هو إلا الدهر يحيي ويميت، وليس لنا إلا حياتنا هذه. تالله لا أعجب من رجل مثل عبد الله بن جدعان بثرائه وكرمه وهمته، ومع هذا تراه يدفع إماءه للبغاء ثم يبيع أولادهن، يتاجر بأبناء البغايا. وهل ابن جدعان وحده من يفعل ذلك؟ ها هم يأكلون الربا، ثم اخترعوا السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي، وها هم بعدما أكرمهم الله بهزيمة الحبش وأظهر سبحانه برهانه بالطير الأبابيل، وبدل أن يعود إلى دين أبينا إبراهيم ويبحث عن مضاع منه وينظف البيت من الأصنام ويطهر حياتهم مما لحقها من دنس وفجور، يبتدعون في دينهم رأي الحمص فلا يفردون من عرفة ولا يلبسون لباس الإحرام، ويفرضون على العرب ألا يطوفوا بلباسهم الذي جاءوا به إلى الحرم، ومن لم يجد من أهل الحرم من أعطاه ثوبا ليطوف به طاف عريانا. ويحهم، أية بدعة هذه، أية بدعة. يا رب، لو أعرف أي الوجوه أقرب إليك لعبدتك به. طوال هذا الوقت يا بني، طوال هذا الوقت.